جه وزير كان منتمي لمجلس إدارة النادي الأهلي. مش منتمي، هو عضو في مجلس إدارة. كان عضو، يعني كان منتمي لمجلس إدارة. وبعدين كان كمان منبوذ من مجلس إدارة. أيوه. ولا أخفي سرا وبقوله لأول مرة. يعني بقول لحضرتك دلوقتي اللي أنا هقوله ده لأول مرة هعلمه. إن أنا في جزء كبير من المخالفات ومستندات الفساد اللي كنت بعلنها في برامجي في السنوات اللي فاتت كنت باخدها من العامري فرد. يعني انا كان بنتقابل الساعة 8 الصبح و7 الصبح في اماكن سرية، وكان ده طلبه عشان محدش يشوفنا، وكان بيمدني بمستندات تؤكد فساد داخل مجلس إدارة النادي الأهلي، ولدي ورق بخط ايده عشان بس الناس تبقى فاهمة. وقتها كنت انا شايف انه طلبه راقي، لان هو الراجل كان الحقيقة متجاهل من مجلس ادارة، فقلت انه عنده فساد، فبما انه هو راجل كويس فبيدور على يعني وسيلة ينقل هذا الفساد للمسؤول عن الرياضة، وده كان حسن صقر، فالوسيلة تبقى اعلامية، فشاف ان انا كنت الوحيد اللي اقدر عندي جرأة نشر ذلك على شاشات البرنامج بتاعي عكس مذيعين اخرين كثر. وهو طلب مني ده، وكان كل مره يكلمني ويصر. اتقابلنا مره في مدرسته اللي هي ورا وزاره الداخليه صباحا باكر، ومرتين على كافيهات في المهندسين 7 صباحا. كنت برنامجي كان وقتها بيخلص في مودرن الساعه 4 صباحا او 5، ما كنتش بنام عشان افضل سهران اروح اقابل، وده سر بقوله لاول مره. عندما أصبح العمري فاروق وزيرا هو اللي كان يبحث عن وسيلة تنقل هذا الفساد للمسؤول الأول عن الرياضة، الآن أصبح هو نفسه المسؤول الأول عن الرياضة. ما موقفه تجاه هذا الفساد الذي مدني أنا شخصيا بأوراق ومستندات ومنها تقارير رقابية وتقارير جهاز مركزي محاسبات عنيفة جدا وأعلنته في وقتها؟ ماذا يفعل الآن العمري فاروق أمام فساد النادي الأهلي؟